ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فوزارة الصحة تطلق حملة تنشيطية موسعة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بجميع المحافظات، وبتستمر حتى يوم الخميس 6 يونيو القادم. هيتم خلال الحملة تقديم استشارات الصحة الإنجابية من خلال أخصائيين مدربين، ويتم أيضاً تقديم رعاية شاملة لنساء الحوامل مما يضمن سلامتهم والنمو الصحي لأطفالهم. النهاردة هتنظم كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة مؤتمرها السنوي تحت عنوان البريكس وإفريقيا، الفرص والتحديات، وده تزامناً مع الاحتفال بيوم إفريقيا. بينعقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية، والمؤتمر بيعد فرصة مناسبة لمناقشة وبحث القضايا الحالية والمستقبلية المتعلقة بالتعاون بين البريكس والدول الإفريقية وتبادل الخبرات والآراء والأبحاث العلمية من خلال عروض وورش عمل وجلسات نقاش متخصصة. كما تهدف المناقشات لاستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البريكس وأفريقيا وتحديد السبل الفعالة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك. النهاردة هيعلن الجهاز الفني المنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة الفريق استعداداً لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 16 يونيو من الشهر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. وتقرر انطلاق المعسكر يوم الثلاثاء المقبل بأحد فنادق القاهرة، وفضل الجهاز الفني إعلان القائمة عقب مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا على أن يطمئن على جميع اللاعبين قبل الكشف عن القائمة. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 25 من عمر المسابقة. هيلتقي البنك الأهلي مع الإسماعيلي في تمام الساعة الرابعة عصراً. في السابعة مساءً هيلتقي مودرن فيوتشر مع المصري، وفي نفس التوقيت هيلتقي طلائع الجيش مع بلدية المحلة.